نعم سارة، الحديث عن جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء حديث طويل جدا ومتفرع، ويعني ربما التقرير اللي عرض قبل قليل يعني نموذج من نماذج الموهوبين في جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا بودي سارة وعبد الإله لن أطيل كثير في المقدمة لأترك المجال لضيفي في الحديث أكثر والتفاصيل أكثر حول جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم للموهوبين. ينضم معي الآن الأستاذ ميثم العيسى رئيس قسم التطوير وضمان الجودة. صباح الخير بداية. صباح الخير عليك أستاذ محمد وعلى الأخوة في الاستديو وأيضا على السادة المشاهدين. ماذا تقدم جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في حال تم اكتشاف أحد الموهوبين داخل الجمعية؟ بالطبع تؤمن أو جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء تعد المرجع المعتبر والوحيد المتخصص في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم في الأحساء، لذلك تحرص كل الحرص على اكتشاف الطاقات الكامنة لدى مستفيديها وتحويلها إلى طاقات منتجة. من بين هذه المواهب والإبداعات والإمكانات التي يمتلكها الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها مختلف الجهات في المجتمع الأحسائي سواء في الأحساء أو حتى خارج الأحساء لتمكينهم من إظهار قدراتهم وإمكاناتهم. أحيانا طيب أستاذ ميثم يصعب لدى المستفيد الوصول إلى الجهات، يعني قبل قليل التقرير عرض لأحد الموهوبين واعتقد أنه الجمعية الثقافة والفنون هي الأقرب، ماذا عن الشراكات اللي داخل الجمعية؟ تؤمن جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء أنها لن تتمكن من تأدية رسالتها التي أخذتها على عاتقها بدون شركائها الاستراتيجيين سواء جمعية الثقافة والفنون أو حتى الشراكات الأخرى مثل أمانة الأحساء، مركز الحرفيين، مديرية الشؤون الصحية بالأحساء، جامعة الملك فيصل وغرفة الأحساء. أنا يعني ما ودي أنسى أحد من الشركاء لأن شراكاتنا اليوم تتجاوز 70 شراكة في الأحساء، ولذلك هنا يأتي دور الجمعية بالتشبيك ما بين المستفيد وأيضا هذه الجهات الأخرى من ناحية مثلا إلحاقهم في بعض البرامج التدريبية المتخصصة التي تخدم كل ذي موهبة في مجاله على حدة. البعض أحيانا يتجاوز إلى تأمين حتى المواصلات من وإلى مكان التدريب على الموهبة أو حتى أحيانا الفعالية التي يمارس فيها الموهبة. أيضا البعض يعني من الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج إلى الدعم سواء ماديا أو معنويا، فعلى سبيل المثال أحد المستفيدين تم تأمين له تذاكر السفر إلى أحد البلدان العربية للمشاركة في أحد المهرجانات التي تختص بالموهبة. وهنا أؤكد من هذا المنبر أن جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء لن تتوانى أبدا عن تقديم كل ما في وسعها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة مواهبهم بدون قيود أو مصاعب. شكرا لك أستاذ ميثم العيسى رئيس قسم التطوير وضمان الجودة بجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء. هذا كل ما لدي سارة وعبد الإله، أعود لكم مجددا من داخل الاستوديو بالصوت والصورة.